مستمعينا مستمعاتنا، الأستاذ الفاضل أحمد صدقي معنا من تنغيرة، فاعل جمعوي في المجال البيئي وبرلماني سابقا. أستاذ أحمد صدقي أهلا ومرحبا بك. تحية طيبة للأستاذة نجمة وكل طاقم البرنامج وضيفك الكريم. يمكن أن نشتغل جميعا سيدي من خلال كبرلمان، يعني كجهاز تشريعي، كأجهزة تنفيذية، كمواطنين، كمؤسسات، كقطاعات، قطاعات سياحة، قطاع الفلاحة، الكل معني بهذه الجهود، تضافر الجهود. كيف يمكن أن نتكاتف اليوم سيدي عقب المعالم التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه في خطابه السامي؟ شكرا للأستاذة نجمة وضيفك الكريم والمستمعين الكرام. هذا فعلا سؤال في الصميم، كيف نستطيع أن نتكاتف جميعا وتضافر الجهود لتجاوز هذه الوضعية؟ وضعية ديال الإجهاد المائي اللي تتعرفها بلادنا، هي ملي سنتذكروا على الإجهاد المائي في التعريفات المتداولة، هي مؤشر من مؤشرات الخطر التي يعرفها العالم، مؤشر خطير حينما يتم فقدان نسب مهمة من مصادر المياه خصوصا العذبة، وحينما تصبح المؤشرات ذات طابع استراتيجي سواء للدول أو للمجتمعات حينما تصبح مهددة. إذن المؤشرات كما سبقنا هضرنا عليها في السابق هي مؤشرات حمراء، حينما تصبح نسبة الملك السدود الوطنية أقل من 24.5، حينما يصل واحد من السدود ديالنا بحال سد المسيرة 2.8% فقط من الملء، ومؤشرات عديدة أخرى. هذا في الجانب ما غاديش نقولوا قاتم، ولكن على الأقل فهي مؤشرات. ولكن نحمد الله تعالى أن بلادنا المؤسسة الملكية ديالها دائما تأتي في الوقت المناسب وتشرف على السياسات الكبيرة والاستراتيجية للبلاد، خصوصا في الظروف الصعبة، من أجل الخروج إن شاء الله تعالى من هذه الأزمات. الإشارات كما قال الأستاذ، الإشارات القوية والكبيرة والتوجيهات ديال صاحب الجلالة في الخطاب الأخير ديال افتتاح السنة التشريعية، فهي كفيلة وضامنة أن نتجاوز إن شاء الله تعالى هذا السياق الصعب، ولكن بتضافر جهود الجميع. وكما ورد في نص الخطاب الملكي السامي، مجموعة حمولة من المؤشرات والمصطلحات القوية جاءت في الخطاب الملكي ديال ضرورة الجدية والمسؤولية والصراحة، تحدث عن التضامن على ما يرتبط بالمجالية وعلى الاستدامة والحكامة وغير ذلك، كلها مؤشرات قوية، وبالتالي جعل منه خارطة طريق قوية إن شاء الله تعالى أن يتجاوز هذا الوضع. ولكن كيف نستطيع؟ نستطيع حينما تحدث صاحب الجلالة الجدية والمسؤولية، فهذه إشارة على وجود وضع يتنافى مع ذلك، يعني يتنافى مع الجدية ومع المسؤولية مع الأسف، سواء من حيث مباشرة السياسة العمومية من طرف المسؤولين أو من حيث الممارسات والسلوكات العادية للمواطنين بشكل يومي. أقول هنا، فحينما هذه مجموعة من الملاحظات نستقيها من الواقع، فحينما نمنع البسطاء من حفر الأبار، أبار بسيطة للاستعمال اليومي وللأغراض المنزلية البسيطة، وفي المقابل أحيانا يتم غط الطرف بطريقة أو أخرى عن حفر الأثقاب الهائلة العمق لاستعمالات مفتوحة غير مضبوطة في الزراعة المبددة للمياه، في مجالات الترفيه واستعمالات غير ذات أولوية بالقطع، أو حينما يتم مثلا التضييق على مجالات ديال الفلاحة التضامنية وضبط مثلا والتضييق على الطلقات ديال السدود الموجهة لسقي الواحات، وفي نفس الوقت يتم التعامل بواحد سخاء كبير جدا مع المساحة ديال الزراعات العصرية على مشارف سلك الواحات، السخاء معها في توفير العقارات الفلاحية، في توفير تمويلات، وفي توفير الدعم، وفي توفير تجهيزات بحال الطاقة الشمسية وغير ذلك. فحين ذلك كأننا ننهي الثانية بوجود الأولى، كأننا ننهي تلك الواحات وتلك المجالات ديال العالم والفلاحة التضامنية بوجود هذه الزراعات العصرية. أو مثلا حينما يتم استنزاف الموارد المائية في الزراعات المستهلكة للماء الموجهة للتصدير الخصوصي، نستهلك مصدرا عموميا أو عاما من أجل تصدير خصوصي، ويتم إهمال الزراعات ذات العلاقة المباشرة
المباشرة بالأمن الغذائي للمواطنين كالحبوب والزيوت وغيرها، ونتوجه لتلك الزراعات اللي تعطي ربما نوع من العملة الصعبة وأحيانا تكون في اتجاهات معينة. هنا نفتقد ذاك الطابع التضامني. وأخيرا مثلا حينما نتحدث عن توجيه كمية هائلة من المياه لأغراض بعيدة عن الأولويات، للترفيه للتزيين، وفي نفس الوقت يحرم البسطاء في العالم القروي من الماء الشروب في حده الأدنى، أو حينما أحيانا سنأخذ هذا إشكال معروف في كثير من المناطق، نأخذ المياه من مناطق معينة، نأخذ من المياه تذهب بعيدا ليسقى بها الضيعات اللي يشربوا بها المواطنين، ولكن تيبقاو دوك الناس اللي قرب السدود بجانب السدود محرومون من القطرة ديال الماء. كل هذه مثل هذه الإشكالات لابد أن تعالج. بالنسبة للسياسة العمومية ذات العلاقة، فإشارة ديال جلالة الملك ضروري من الجدية والمسؤولية والتضامن والصراحة بهذا الخصوص. يبقى عاوتاني في الجهه الاخرى الشق المرتبط بالمواطن، فلا بد من التوجه هنا وتغيير السلوك البشري. راه التعامل مع الماء راه مرتبط بالسلوك ديال الانسان، والتوجه لتغيير العمق السلوك ديال المواطن. المواطن شكون هو؟ هذاك المواطن العادي الذي يعيش حياته اليوميه، وذلك المواطن ايضا اللي عنده مسؤوليات. في الاخر هذاك المسؤول راه مواطن، والسلوكات ديالو تاثر على المسؤوليه ديالو. اذا وكذلك مواطن. نعم لابد من هنا بالنسبه للمواطن واحد ثلاثه ديال الاشارات اللي سمحتي استاذه لك ممكن. لابد من تجاوز اشكال مزمن يتمثل في طبيعه العلاقه اللي هي موجوده بين المواطن والمريد العام والفضاء العام، اللي هي موسومة مع الأسف بالنفور بل بنوع من الانتقام حتى أحيانا، وهو ما يعود لمخلفات الماضي والسياسة المتعاقبة وغير ذلك. المواطن يستطيع أن يحافظ على كل ما هو خاص داكشي اللي ديالو، والعكس وبالعكس يتعامل مع ما هو عام. وضروري من إعادة الاعتبار لمؤسسة التنشئة الاجتماعي، وتنشكركم الأستاذة على هذه البرامج المتتالية للقضايا ذات الراهنية والآنية اللي تسهم المواطنين. لابد للإعلام العمومي أن يتوجه وهو جزء من مؤسسة التنشئة الاجتماعية، والأسرة والمدرسة والمسجد والجمعية كلها خاصة ترجع تلعب الأدوار ديالها في مثل هذه القضايا الكبرى، والابتعاد أحيانا على كثير من المعالجات اللي ستكون صحية وتتكون في غير أو غير ذاتي عمق. ثم أن البرامج التحسيسية والوصلات الإجهادية الموجهة للمواطنين ينبغي أن تنطلق من أسس الهوية ديالنا والثقافة ديالنا حتى تلامس عمق السلوك العام لأجل تغييره. رفضت أن نستوردوا بعض النماذج من الخارج من ثقافات أخرى باش نحسوا بها المواطن وندير بها الوصلات الإجهادية، فلن نصل إلى ذلك العمق ولن نغير ذلك العمق السلوكي ديال المواطن المغربي. نعم. ثم معالجة بعض التمثلات الخاطئة، ضمنها التمثلات حينما يعتبر الإنسان أن التعامل دياله مع الماء هو تعامل بقدر ما يتوفر عليه من أموال لأداء الفاتورات، ونعلم أن الماء ليس له مقابل مادي. الكثير يقابلون قيمة الماء بقيمة فاتورات الاستهلاك، وهذا خطأ. يعني إن توفرت لديهم إمكانية الأداء ديال الفاتورة فلا يبالي. وأحيانا ظهر واحد الإشكال جديد أستاذ، خصنا نتيروه ونعاودو نتيروه، هو هادشي ديال الطاقة الشمسية. الدولة تدعم الطاقة الشمسية، كثير من المؤسسات صبحت تدعم الطاقة الشمسية للاستعمالات خصوصا في الأغراض الزراعية. حينما يستعمل البعض وسيكون عنده الإمكانية ديال الضخ المجاني للمياه فلا يبالي بسلك المياه وبالتالي لابد من فرض واحد العدد ديال سميتو. اذا ذكرنا على الاطار العام المرتبط بالسياسه العامه والمؤشرات والاشارات اللي عطاها الخطاب الملكي، ونذكروا على السلوك ديال المواطن، وبينهما خصنا نشوفوا ايضا السلوك المؤسساتي والاداري على المستوى تدبير هذه السياسات. الى سمح الوقت استاذ ولا سيدي الفاضل، هو التخوفات اللي هي مطروحه من قبل المواطنين فيما يتعلق بالهجره، الناس يتنقلوا باش ياخذوا الماء من منطقه الى منطقه، وعطانا النموذج اللي حفوني من نسله، سي احمد من غرساي، كذلك سي ادريس من الراشيديه، وايضا المحور اللي هو اساسه غادي نرجع ليه مع الاستاذ الفاضل سعيد شكري، هو فيما يتعلق بالسياسات العموميه للجماعات الترابيه. حدثنا سيدي الفاضل الاستاذ صدقي على هذا الاكراه اللي هو اكراه عويص، واليوم احنا خصنا نوقفوا جميعا ونفهموا المعنى ديال الندره ديال المياه، وتكون عندنا القدوه اللي قال عليها الاستاذ الخبير الدولي الاستاذ سعيد شكري. بالفعل استاذ، هناك اجماع الحمد لله، تفاعل قوي مع هذا الموضوع هذا من خلال البرنامج ديالكم من هذا المنبر المحترم.
الأخ سي حسوني من طاطا، أريد أن أقول فقط تفاعلا معه أن القطاعات الحكومية هي الأولى في التدبير ديال الموضوع قبل الجماعة الترابية. ما كاينش شي حاجة اختصاصات حقيقية للجماعة الترابية بهذا الخصوص، خصوصا ما يرتبط بالاستثمارات المبددة للمياه، ما يرتبط بالمنطقة ديال طاطا اللي تيقول الأخ بأنها كانت الفرشة المائية تاخذ الماء من ستاد الأمطار ولا من عشرة ديال الأمطار. تلك المياه تخدات ومشات مع الزراعة اللي هي معروفة، بعضها حتى صدر إلى الخارج. هذا أمر غير مفاجئ، وكنا كفاعلين في هذه المناطق الجنوب والجنوب الشرقي كنا ننبه إلى هذه المخاطر قبل أن تصل. الموضوع ديال البرامج ديال التكيف المناخي كما ذكر الاستاذ، مع الاسف المغرب وقع على ثلاثه الاتفاقيات الدوليه مهمه جدا ديال الارض، سواء ديال المناخ وديال التصحر وديال التنوع البيولوجي، ولكن لحد الان بلادنا لم تستثمر بعض المزايا سواء الماليه او التقنيه لهذه البرامج. البرامج اللي تعلنات منها اللي استفدت منها المنطقه ديال طاطا في الحقيقه الاثر ديالها بسيط وبسيط للغاية. بخصوص التشريعات على المستوى التشريع المؤسساتي، يؤكد على ان المغرب تيمتلك ترسانه قانونيه كبيره جدا. القانون 1095 هو من ايقونات التشريع الوطني، وعاود التجديد ديالو بالقانون 3615 اللي حضرت المناقشه ديالو في اللجنه وجدنا فيه واحد العدد ديال الحوايج ودعمنا فيه واحد العدد ديال الجوانب. وعلى المستوى المؤسساتي، احداث المؤسسات ديال الاحواض المائيه كآليه مجاليه التدبير ديال المياه هي امر مهم جدا. المجلس الاعلى للماء والمناخ ايضا، رغم انه الانتظام ديالو الانعقاد الانتظام في الانعقاد ديالو ماشي هو هذاك، اللجان الاقليميه ايضا رغم ان محدوديه التدخل احيانا. في المقابل تنسجلوا ان هناك غياب الاندماج والالتقائيه مع الاسف سياسه الموجهه للماء، حيث ما تنلقاوش روابط حقيقيه بين مختلف الاطراف المتدخلين. وبالفعل كما اشار اليه الخطاب الملكي السامي، فان الموضوع ديال الماء تيكتسي واحد الطابع افقي تيشمل كل القطاعات، وهو ما يقتضي التنزيل ديال سياسه مندمجه بوحده الهدف وتلتئم لاجلها وتتناسق وتتندمج وتتشارك وتتعاون كل الاطراف. لا بد ان هذه الحلول اللي سنتذكر عليها هي حلول تقليديه في الاصل، لا بد ان ننظر الى حلول اخرى غير تقليديه. ملي تناخذوا يا استاذه الكريمه المحطه الاخيره ديال المنطقه ديال سوس ديال تحليه مياه البحر اللي غتمكن من السقي ديال هكتارات كثيره، وغتمكن من الماء الشرب لواحد 1.6 مليون ديال الساكنه. ندير واحد الحساب بسيط، لو كنا شغلنا على هذا الخيار على مستوى المناطق الساحليه، يلزمنا بحساب بسيط ان الى درنا 22 محطه بحال هذه على الصعيد الوطني خصوصا في المناطق الساحليه بالطبع، فسيتم تغطيه طلب الماء الشرب بالنسبه لكل المغاربه. هذه من الخيارات الجديده اللي خص بلادنا تمشي فيها. ايضا احياء اساليب قديمه، وخا انها مدن تقليديه ولكن في الحقيقه هي حلول غير تقليديه. نذكر هنا النظام ديال القطارات، مناطق ديال الجنوب والجنوب الشرقي كانوا الناس زمان عندنا تيستعملوا هذه النظم الطبيعيه المستدامه غير المستنزفه، تمكن من حسن تدبير الموارد المائيه وحافظوا بها على كميات ديال الماء، حتى جواد الناس اللي تيديروا الضخ العجيب، حسن استغلال المزايا ديال هاد الاتفاقيات اللي ذكرت، ثم دعم البحث العلمي. راه الافق، البلاد اللي ما عندهاش افق حقيقي في البحث العلمي باش نستطيعوا نلقاو حلول تكنولوجيه، حلول حقيقيه للاشكالات لنستطيع الذهاب بعيدا. ثم تكيف النظم الزراعيه، خصنا نكيفوا النظم الزراعيه اللي عندنا مع الاشكال ديال الخصص المائي والتدوير ديال المياه. التدوير ديال المياه يا استاذه، كميه هائله من المياه العادي ما تصرف في الطبيعه وتلوثها، لو كان درنا الروسيكلاج والتدوير ديالها غادي نلقاو فيها كميه هائله جدا، على الاقل تستعملوا في الحدائق، تستعملوا في سميتو. نعم.